في السنوات الماضية أصبح الداعية الإسلامي الدكتور داكر نايك حديث مواقع التواصل الاجتماعي سواء على الفيسبوك أو تويتر أو يوتيوب، وذلك بسبب إصدار جمهورية الهند مذكرة لاعتقاله، فامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالعبارات المنددة لذلك والداعمة للداعية داكر نايك، كما انتشرت مجموعة من الرسوم في تويتر وفيسبوك وأبرزها داكر نايك ليس إرهابياً. فمن هو داكر نايك؟ ولماذا قامت الهند باعتقاله؟ وما هي ردود الأفعال الشعبية والرسمية حيال ذلك؟ من هو داكر نايك؟ داكر عبد الكريم نايك هو داعية وخطيب ومناظر إسلامي هندي من أهل السنة والجماعة. ولد داكر نايك في مومباي في 18 أكتوبر 1965، وهو حاصل على البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة مومباي، لكن الشيخ داكر نايك تفرغ للدعوة الإسلامية منذ عام 1993. يعتبر الشيخ أحمد ديدات هو معلم وأستاذ الداعية داكر نايك الذي قال له: ما فعلته يا بني في 4 سنين استغرق مني 40 سنة لتحقيقه. يتحدث الداعية الإسلامي داكر نايك في مجموعة من المواضيع، منها الإسلام والعلم الحديث، والإسلام والمسيحية، الإسلام والعلمانية، الإسلام والهندوسية، الدعوة الإسلامية، والشبهات حول الإسلام. ألقى الشيخ داكر نايك عدد كبير من المحاضرات في مختلف دول العالم، يقدرها البعض ب1000 محاضرة، منها محاضرات بالسعودية وكندا وبريطانيا والفلبين وسنغافورة وأستراليا وأمريكا وجنوب إفريقيا وغيرها. لكن هناك مئات الآلاف الذين يستمعون إلى محاضراته عبر اليوتيوب وأشرطة الفيديو والكاسيت والأقراص المضغوطة، كما تسجل خطبه وتذاع في نهاية الأسبوع عبر التلفزيون الكابلي في مناطق المسلمين في مومباي. ويشتهر الشيخ داكر نايك بقدرته الكبيرة على تذكر الشواهد من القرآن والحديث والكتب المقدسة الأخرى للمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين بعدة لغات، وعادة ما يذكر الكتاب الذي يستشهد منه. محطات فاصلة في حياة داكر نايك. في عام 1993 تفرغ داكر نايك للدعوة الإسلامية، وفي الفاتح أبريل 2001 قام داكر نايك بمناظرته الأشهر ضد ويليام كامبل في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت المناظرة بعنوان القرآن والإنجيل في ضوء العلم. في عام 2009 احتل داكر نايك المرتبة 82 في قائمة 100 هندي الأكثر قوة، وذلك في العدد 22 من فبراير من جريدة إنديان إكسبرس، كما جاء ترتيبه 3 في قائمة أعلى 10 معلمين روحيين، وكان المسلم الوحيد في القائمة. حاز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام 1436 هجرية 2015 ميلادية. إذن لماذا اعتقلت الهند الدكتور داكر نايك؟ تتهم الهند الداعية الإسلامي داكر نايك بمجموعة من التهم، منها ما ذكرته في مذكرتها المقدمة للإنتربول أن داكر نايك مذنب بالتورط في مسائل غسيل أموال وكسب غير مشروع عن طريق مؤسساته وقنوات فضائية دينية يديرها. اتهمت السلطات الهندية نايك بالإرهاب ونشر العداوة بين الأديان المختلفة والقيام بنشاطات غير قانونية تهدد الأمن العام، مما ترتب عليه توجه منظمة الشرطة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بموجب الداعية الهندي داكر نايك في 15 مايو 2017، وذلك بعد استقبالها طلبا رسميا من مؤسسة الاستجواب الهندية بإصدار مذكرة اعتقال حمراء تناشد بتسليمه بمجرد اعتقاله في أي بلد. ما هي ردود الأفعال الرسمية والشعبية على اعتقال داكر نايك؟ كان لطلب الهند اعتقال الداعية الإسلامي داكر نايك صدى كبير في الشارع العربي والإسلامي، والذي لاقى صداه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى المسلمون أن الداعية داكر نايك ليس إرهابيا، وأن ما يحدث ما هو إلا حرب على الإسلام وعلماء المسلمين، ومعاقبة للشيخ داكر نايك الذي أسلم على يده الكثير حول العالم، وله جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم.
وفي سياق متصل، صرح الكثير من علماء المسلمين بأن ذاك النايك ليس إرهابياً، وطالبوا بدعمه والوقوف بجانبه. وعلى المستوى الرسمي، قررت المملكة العربية السعودية على لسان الملك سلمان منح ذاك النايك الجنسية السعودية لحمايته من الإنتربول. ما هي ردة فعل ذاك النايك حول مذكرة اعتقاله؟ ذاك النايك الذي يعيش في السعودية حالياً قال في تصريحات صحفية له للجزيرة إنه لا يعلم لماذا تتهمه السلطات الهندية بالإرهاب، وأوضح أن ما يقال عنه محض ادعاءات زائفة وإخراج للأمور عن سياقها. وأكد نايك على أن أسلوبه في الدعوة لم يتغير منذ 25 عاماً، واستنكر مطاردة السلطات الهندية له منذ فترة طويلة.